السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم ومرحبا في درس جديد على قناة ومدونة زيمو للتقنية، بحيث سوف نتعرف على كيف يمكنك تحويل هاتفك الأندرويد إلى فيديت سبينر أو هاند سبينر من خلال تطبيق محاكي لهذا الأخير. سوف تجدون رابط تحميله أسفل هذا الفيديو. فكرة هذا التطبيق هو أنه يعطيك مجموعة من السبينرات يمكنك تدويرها، ومن خلالها يمكنك أن تلهي نفسك، يعني نفس فكرة الفيديت سبينر، تلهيك وأنت تقوم مثلا ببعض المهمات، يعني ليس كالفيديو سبينر الحقيقي لكن يمكنك من خلاله أن تلهي نفسك. إذا هذا هو التطبيق كما ذكرت، الرابط سوف تجدونه أسفل هذا الفيديو لتحميله. ثم بعد الدخول إلى التطبيق كما تشاهدين معي ننتظر التحميل، ثم بعد التحميل نضغط على ستارت. بعد الضغط على ستارت لدينا هنا مجموعة من السبينرات، يكفي أن نضغط على الأسهم هنا في الأسفل من أجل التغيير للحصول على سبينرات. كما تشاهدون لدينا العديد والعديد من السبينرات المتوفرة، إذا تختار أي سبينر تريده. على سبيل المثال هذا سبينر، أضغط عليه بهذا الشكل، تضغط عليه ثم تقوم بتدويره. إذا نقوم بتدويره بالشكل وتقوم بتدويره وتدويره وتدويره، يعني حتى تلهي نفسك تقوم بتدويره بهذا الشكل. يمكنك إيقاف إزالة أصبعك فسوف يدور مرة أخرى، ويمكنك مواصلة دورانه أو مواصلة تدويره إن صح القول. ثم يمكنك الضغط على القائمة للعودة وتغيير سبينر. إذا نختار على سبيل المثال هذا، نقوم بتدويره. إذا لدينا العديد والعديد من السبينرات كما تشاهدون. إذا هكذا يمكنك تجريب فكرة فيديت سبينر أو الهاند سبينر على جهازك الأندرويد. شخصيا يعني لم أحصل على الفيديت سبينر، لكن من خلال هذا التطبيق استطعت أن ألهي نفسي، حتى أصبحت بعض الأحيان لا أشعر حتى أدخل إلى التطبيق ثم بعد ذلك أقوم بتدوير سبينر وألهي نفسي، مثلا إن كنت أقرأ كتابا أو ما إلى ذلك. فإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، لا تنسى لايك إن أعجبك، كما لا تنسى مشاركته مع أصدقائك حتى تعم الفائدة، ولا تنسى كذلك الاشتراك بقناتي على اليوتيوب وتفعيل جرس التنبيهات، كما لا تنسى كذلك الالتحاق بي على صفحاتي الاجتماعية فيسبوك وجوجل بلس، ودائما لا تنسى زيارة موقعي. كنت معكم أنا إيهاب من قناة ومدونة زيمو للتقنية، دمتم في أمان الله.